السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الإعدادية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات أساسيات مادة الكيمياء. معكم اليوم شيماء ديب، معلم أول علوم بمحافظة مصر. طبعا احنا شغالين مع بعض في حلقات النشاط الصيفي. في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن أساسيات علم الكيمياء، وكنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تركيب المادة، وبعدها اتكلمنا عن الفرق ما بين العنصر والمركب. النهارده هنتكلم برضو عن بعض الاساسيات الخاصه بعلم الكيمياء، وهنبداها بالفرق ما بين الذره والايون. كنا اخذنا الحصه اللي فاتت تركيب الذره، فمثلا لو احنا واخدين ذره الصوديوم كمثال، فالصوديوم لو انتم فاكرين ال Na كان بيتكتب معايا رقمين، الرقم الاولاني اللي هو الرقم الصغير ده كنا بنسميه العدد الذري، وكان بيتكتب رقم كمان فوق هو الرقم الاكبر بيبقى العدد الكتل. هرجع افكر حضراتكم ان من خلال رمز العنصر والاعداد اللي موجوده هعرف ان انا عندي، طالما عندي 11 في العدد الذري، ده معناها ايه؟ ده معناها ان عدد الالكترونات السالبه يساوي كام؟ يساوي 11 الكترون. طب كويس، مش حضرتك قلتي من الحصه اللي فاتت ان عدد الالكترونات السالبه هو نفسه عدد البروتونات الموجبه؟ يبقى اذا عدد البروتونات الموجبه برضو هيبقى كام؟ 11 بروتون موجب. طيب لو انتوا فاكرين العدد الكتلي، فالعدد الكتلي كان مجموع اعداد البروتونات والنيترونات. طب احنا قلنا ان البروتونات 11، 11 زائد كام يديني 23، يعني معنى كده ان عدد النيترونات اللي هي شحنتها متعادله يساوي كام؟ يساوي 23 ناقص 11 يعني 12 نيترون. طيب الذره يا شباب زي ما انتوا شايفين كده متعادله كهربيا. يعني ايه متعادله كهربيا؟ يعني انا لو جيت ابص على عدد الشحنات السالبه اللي هي الالكترونات هلاقيه قد الشحنات الموجبه اللي هي البروتونات. طيب لو حضراتكم فاكرين ان انا اخدت الحصه اللي فاتت كيفيه التوزيع الالكتروني، كنت بقول ان انا بوزع العدد الذري اللي موجود تحت فبوزعه على مستويات الطاقه اللي موجوده عندي. طيب بالترتيب كان المستوى الاول اللي هو المستوى K ده كان بياخد لحد 2 الكترون بس، مستوى L كان بياخد 8 عذرا، مستوى M كان بياخد لحد 18. ما بيننا وما بين بعضينا قلنا لو هو هيكون المستوى الأخير ما تحطوش فيه أزيد من 8. بعدين ال N كان بياخد لحد ال 32 إلكترون، وهكذا بالنسبة لباقي المستويات. لما اجي ابص على توزيع ذره الصوديوم كده، فاحنا الصوديوم عنده 11 الكترون وزعناهم كالتالي: المستوى الاولاني خد الاثنين بتوعه اللي هو بيكتمل بيهم، بقى عندي 9 الكترونات، حطيت 8 في المستوى اللي بعده لانه ما بياخدش ازيد منهم، اتبقى معايا الكترون حطيته في المستوى الاخير. طيب لما اجي اقول لحضراتكم المستوى الاخير ده مكتمل ولا لا، من الحصه اللي فاتت كنا بنقول ان لا، المستوى مش كامل لان في الكترون واحد هو بيكمل لحد 18، او طالما هو الاخير هيكمل لحد 8، فلا ما فيهوش ال 8 بتوعه، اذا ده مش مكتمل. فالذره دي عندها مشكله، الالكترون ده عامل لها ازمه، المستوى الاخير ده مش كامل. طب عشان الذره دي تكتمل قدامها حل من الاثنين: يا اما تزود على الالكترون ده 7 الكترونات في المستوى ده عشان يكتمل، او تاخد الالكترون ده وترميه فيبقى المستوى اللي قبل الاخير مكتمل. وصلت شباب الموضوع؟ عشان تفهموه اسهل، لو انا عندي عماره والعماره دي مفيش غير نسختين بس من المفتاح، نسخه موجوده في الدور الاول، نسخه موجوده في الدور الاخير فوق اللي هو الدور الثاني، تمام؟ يبقى نسخة في الأرضي ونسخة في الدور الإيه؟ الثامن. طب لو أنا في الدور الأول إيه الأسهل؟ أنزل أجيب المفتاح من الأرضي ولا أطلع لحد الدور الثامن فوق؟ الأسهل طبعًا إن أنا أنزل أجيب المفتاح من الإيه؟ من الأرضي، صح؟ يبقى أنا لو عندي إلكترون واحد الأسهل إن أنا أرمي الإلكترون ده، أنزل بالمستوى ده لصفر يبقى ما فيهوش حاجة، وبالتالي أصبح المستوى اللي قبله مكتمل. فتعالوا نشوف ذرة الصوديوم كده بعد ما فقدت الإلكترون بتاعها بقت بالمنظر ده. المستوى الثالث اهو رميناه بالكامل، فبقى عندها مستويين بس والمستويين كاملين. طب تيجوا نراجع الارقام اللي موجوده هنا كده، عدد الالكترونات بقى عندي كام الكترون يا شباب؟ 1 2 4 6 8، ها
10. يبقى عدد الإلكترونات السالبة كام؟ 10. طب عدد البروتونات، هل أنا جبت سيرة إن أنا غيرتهم؟ لا، وبالتالي هم 11 زي ما هم. والنيترونات زي ما هم برضو، ما غيرناش فيهم حاجة. يبقى الاختلاف كله كان في عدد الإيه؟ الإلكترونات. بصوا، ذرة الصوديوم فقدت إلكترون، حصل لها فقد لإلكترون سالب، وبالتالي عدد الشحنات السالبة قلت، فبقى مين الزيادة؟ الشحنات الموجبة. فهل الذرة بقت متعادلة زي ما كانت؟ لا، بقت حاجة اسمها أيون. أيون إيه؟ أيون موجب، لأن عدد الشحنات الموجبة أزيد. أزيد بمقدار قد إيه؟ مقدار 1. وبالتالي أيون الصوديوم إن إيه موجب إيه؟ موجب 1. يبقى ده كده الفرق ما بين الذرة وما بين الإيه؟ الأيون. يبقى الذرة يا شباب متعادلة كهربيا، لكن الأيون زي ما أنتم شايفين ليه شحنة، إما هتكون موجبة أو سالبة زي ما هنشوف كمان شوية. الذرة مستوى الطاقة الأخير بتاعها بيكون غير مكتمل إلا في حالة الغازات الخامة، لكن الأيون لازم يكون مستوى الطاقة الأخير بتاعه مكتمل. الإلكترون اللي هي بتفقده ده بتوديه فين؟ الإلكترون اللي بيتم فقده يا جماعة مش بيترمى في الشارع، لا، ده بتيجي ذرة تانية محتاجاه بتروح واخدة منها. فتعالوا نشوف كده مثلا حاجة زي ذرة الأكسجين. توزيع الأكسجين زي ما انتوا شايفين كده الـ O8 بيتوزع ازاي؟ الـ O8 ادي الكترونين، وادي بعدها الست الكترونات المتبقيين، يبقى توزيع الاكسجين 2 6. الاكسجين O8 16، فهو عنده 8 الكترونات و8 بروتونات و8 نيترونات. انا في الدور السادس، ايه الاسهل؟ اجيب نسخه المفتاح اللي موجوده في الثامن ولا انزل للارض تحت؟ طبعا الاسهل ان انا اروح اطلع دورين بس عشان اجيب المفتاح اللي فوق اسهل. فهنا ذره الاكسجين هتزود، هتطلع لفوق، يعني هيحصل لها اكتساب. العناصر اللا فلزيه دائما تكتسب، بينما العناصر الفلزيه بتميل الى الفقد. ده الاسهل. يبقى العناصر اللافلزيه بتميل للاكتساب، بينما العناصر الفلزيه تميل للايه؟ للفقد. طب ده لما يكتسب هيديني ايه بقى يا شباب؟ بصوا كده، اكتسب الكترونين فتحول الى ايون اسمه ايون، ها مش بنسميها بقى اكسجين عشان نفرق الايونات السالبه عن الموجبه، فبنخلي في الايونات السالبه الياء والدال في الياء، فبنقول ايون اكسيد سالب. طب تيجوا نراجع الارقام اللي تحت. عدد الإلكترونات اتغير، زودت عليهم 2 إلكترون، فبقى إجمالي عدد الإلكترونات 10، لكن البروتونات لسه زي ما هي 8، والنيترونات زي ما هي برضه. فلو حضراتكم لاحظتوا هتلاقوا إن الشحنة السالبة أزيد. أزيد بمقدار قد إيه؟ أزيد بمقدار 2. عشان كده بقول إن أيون الأكسيد هنا هو أيون سالب. سالب كام؟ سالب 2. يبقى العناصر اللافلزيه بتميل الى اكتساب لتتحول الى ايونات ايه؟ سالبه. يبقى ده الفرق ما بين حاجه اسمها الذره وحاجه اسمها الايون. تعالوا بقى ندخل على جزئيه مهمه جدا هنحتاجها خلال السنين الجايه، وهي ايه؟ الروابط الكيميائيه. عندي نوعين شباب من انواع الروابط الكيميائيه مهمه جدا في منهجنا، الروابط الايونيه والروابط التساويه. طبعا في روابط كتير تانيه ولكن دول موجودين ضمن المنهج بتاعنا. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ هنبدا الاول بالروابطه الايونيه، ودي احنا لسه شارحينها في حوار الايونات من شويه. نرجع كده نشوف الايونات. كان عندي ذره الصوديوم اللي بيحصل لها فقد، لو انتوا فاكرين، لالكترون واحد عشان تتحول إلى أيون صوديوم موجب. في ذرة تانية اللي هي ذرة الكلور. بصوا كده الكلور توزيعه كام؟ 2، بعدين 2 4 6 8، يبقى 2 8. ها المستوى الأخير فيه كام؟ 2 4 6 7. 2 8 7 ده توزيع الكلور.
كلور محتاج الكترون واحد في المستوى، اما عشان يكتمل فهيحصل له اكتساب، يكتسب الكترون، يبقى الكلور هيحصل له اكتساب لالكترون واحد عشان يتحول الى ايون الكلوريد السالب. سالب كام؟ سالب واحد، لانه اكتسب فقط الكترون ايه؟ واحد. فاصبح عندي ذرتين، ذره الصوديوم اللي هي تحولت للايون الموجب، وذره الكلور اللي هي تحولت الى ايون الكلوريد السالب. نرجع نفتكر كده من المعلومات العامه بتاعتنا ان عندي شحنات، الشحنات دي شحنات مختلفة، الشحنات المختلفة بيحصل ما بينها جذب، فوجود شحنة موجبة وشحنة سالبة بيحصل ما بينهم حاجة اسمها جذب كهربي. الأيونين دول هيفضلوا لازقين في بعض مش هيتفكوا. الرابطة دي اسمها ايه؟ اسمها رابطة أيونية. يبقى ما هي الرابطة الأيونية؟ الرابطة الأيونية هي رابطة بتحصل عن جذب كهربي ما بين إيه؟ ما بين أيون موجب لعنصر فلزي وأيون سالب لعنصر لا فلزي. طيب يبقى ده كده الفرق ما بين الإيه؟ او ده ببساطه مفهوم الرابطه الايه الايونيه. يعني انا مثلا لما اجي اشوف حاجه زي المغنيسيوم لما يكون رابطه مع الاكسجين ويديني جزيء الام جي او ويسالني ايه نوع الرابطه، هنا لازم نرجع للتوزيع الالكتروني، فهنلاقي ان المغنيسيوم 12 يعني توزيعه 2 8 2 ده عنصر فلزي لأنه بيفقد الإلكترونين دول ويتحول لأيون موجب. طب والأكسجين توزيعه 2 6 2 6 عنده 6 إلكترونات في مستوى الطاقة الأخير، يعني بيميل إلى اكتساب، يكتسب إلكترونين. طالما في فقد واكتساب يبقى الرابطة هنا كمان في الجزيء ده رابطة أيونية. تعال نشوف يبقى المركب اللي عندي ده جزيء كلوريد الصوديوم والرابطة فيه رابطة إيه أيونية. هرجع أفكركم إن إحنا كنا بنقول عندنا نوعين من أنواع الروابط، رابطة أيونية ورابطة تسامية. حد كده وقعت منه أي حاجة في الرابطة الأيونية؟ أو في أي مشكلة قولوا لي عليها. تمام. نبدأ بقى نتكلم على النوع التاني من الروابط وهي الرابطة التسامية. الذرة الموجودة عندي دي ذرة الفلور F9 توزيعه الإلكتروني 2 7 ناقصه إلكترون واحد في مستوى الطاقة الأخير عشان يكمل. طيب أنا لو جبت معايا ذرة فلور تانية برضه هي كمان محتاجة إلكترون. طيب مين يدي التاني؟ هل ينفع واحد فيهم يدي التاني؟ لا، هيقعدوا يتخانقوا، ده يقول له اديني إلكترون من عندك، يقول له طب ما أنا كمان محتاج إلكترون، ما تديني أنت. في الحالة دي حصلت مشكلة، مش هينفع تتكون رابطة أيونية لأن مفيش واحد فيهم هيقبل بفقد والتاني يقبل باكتساب. الاتنين عايزين إلكترونات، الاتنين عايزين يكتسبوا بمعنى أصح. فهيتفقوا على حل وسط. إيه هو؟ الموضوع بتاع الرابطه التساهميه ده بالظبط اشبه بالغذيه وبتاعه السندوتشات اللي انتوا بتعملوها. انا معايا سندوتش جبنه وواحد صاحبي معاه سندوتش مربى، فانا عايز احلي، هو يقول لي لا طب ما تديني انا الجبنه بتاعك انا ما معيش سندوتش. فهنعمل ايه؟ مفيش واحد فينا قابل ان هو يتنازل للتاني عن حاجته، فكل الفكره اللي احنا هنعملها ان احنا هنحط السندوتشين في النص ما بيننا ونتقسمهم سوا، فيبقوا الاثنين ملكنا مع بعض ناكل سوا. دي فكرة الرابطة التساهمية. الرابطة التساهمية فكرتها ان احنا بنتخانق على الكترون، يبقى هنحط الالكترون ده في الرابطة
كل واحد هيحط الكترون من عنده في الرابطة ويبقوا بتوعنا احنا الاتنين سوا. تعالوا نشوف كده، ادي ذرة الفلور الاولى حطت الالكترون بتاعها في النص، وادي ذرة الفلور التانية حطت الالكترون بتاعها هنا في النص. طب لو حد جه من بره بقى عايز يبص على الذرة دي ويشوفها مكتملة ولا لا، تعالوا نعد كده، اتنين بعدين اتنين اربعة ستة، وهيشوف الكترونين هنا هيحسبهم بتوع دي، فتمانية، فكده اصبحت دي مكتملة. طب لو حد جه بص على دي، ادي الكترونين بعدين اتنين اربعة ستة، وهيحس ان دول بتوعها فهيعدهم معاه، فبقت هي كمان مكتملة. يبقى وجود الالكترونين في النص حصل تداخل في مستوى الطاقة اللي فاضي ده، وتحطوا الالكترونات في النص، فبقى اللي بيجي من بره بيتخمم ما بيبقاش قادر يميز دول بتوع مين. دي فكره الرابطه التساهميه، ان الالكترونات موجوده في النص فبتهيأ لي ان كل ذره مكتمل. ده جزئين، جزئ الفلور بيتكون من ذرتين من الفلور مرتبطين مع بعض برابطه تساهميه. الرابطه التساهميه هنا كل ذره شاركت في الكترون فبنسميها رابطه تساهميه احاديه. جزيء هنا هو جزيء الفلور F2. طيب تعالوا نكمل. دي ذرة الهيدروجين H1، ده مستوى K بتاعها، ناقصها الكترون واحد بس هنا وتكبر. ودي ذرة الأكسجين، توزيع الأكسجين 2 6، فمستوى الأولاني فيه 2 والمستوى الثاني فيه 6 إلكترونات، فذرة الأكسجين ناقصها كام إلكترون وتكمل؟ ناقصها 2، ناقصها إلكترونين عشان تكمل. طب هل ينفع يحصل رابطة ما بين الـ H وما بين الـ O؟ قال لي هو ينفع، بس ناخد بالنا من حاجة، ان لو ذره، اولا طبعا هنا مفيش فقد واكتساب لان الاثنين عناصر اللف الازديه، يعني الرابطه هنا هتكون رابطه تساهميه، هيحصل تداخل في المستوى ونحط الالكترونات في النص عشان يبان كاننا ايه، مكتملين. فبصوا الفكره دي كده، ادي ذره الاكسجين، ادي المستوى الاولاني بتاعها اللي هو K فيه الكترونين، وادي المستوى اللي بعده فيه الست الكترونات بتاعته، ادي 2 وادي أربعة وادي الخامس وادي السادس. هتيجي ذرة الهيدروجين تشارك معاها هنا بالإلكترون اللي حلو، ذرة الهيدروجين كده اللي هيبص عليها من بره هيلاقيها مكتملة لأن هي ما عندهاش غير مستوى واحد وفيه إلكترونين فكده تمام. طب ذرة الأكسجين هل اكتملت؟ تعالوا نعدها كده، المستوى الأولاني مفيهوش مشكلة، المستوى التاني 2 4 6 وآدي السابع، لا ذرة الأكسجين كده ما اكتملتش. فلما تيجي تحصل الرابطة ذرة الأكسجين مش هتوافق على المشاركة دي، هتقول لها إيه؟ لا بصي روحي هاتيلي أخوكي التوأم معاكي عشان أنا هيبقى ناقصني إلكترون تاني، فتروح تجيب ذرة هيدروجين تانية تعمل معاها رابطة هنا عشان الأكسجين كمان يبقى مكتمل. الأكسجين محتاج إلكترونين لكن الهيدروجين هيشارك معاه بإلكترون واحد، فأنا كده محتاجة ذرة من الأكسجين قصاد ذرتين من الإيه؟ من الهيدروجين. يبقى دي الرابطة التساهمية في الجزيء ده، الجزيء ده هو جزيء الماء. يبقى خدوا بالكم تاني من جزيء الماء، جزيء الماء عشان يتكون احتاجت ذرة من الأكسجين وذرتين من الهيدروجين. طيب ذرة الأكسجين شاركت مع كل ذرة فيهم بكم إلكترون؟ بإلكترون واحد بس صح؟ إلكترون واحد في الرابطة دي وإلكترون واحد في الرابطة دي، يبقى إذن الروابط المتكونة هنا هي روابط تساهمية أحادية، كم رابطة تساهمية أحادية؟ رابطتين. يبقى ده جزيء اسمه جزيء الإيه؟ الماء. طب لو أنا حبيت أحط رمز بقى جزيء الماء فهيبقى إيه؟ كم H؟ اتنين،
يبقى H2. كم O واحدة؟ يبقى O، يبقى H2O ده رمز جزيء الماء. لحد دلوقتي في مشاكل شباب؟ أنا متابعاكم، فلو في أي حاجة ابعتوها لي. تمام، يلا بينا نكمل. هنكمل بعد كده بالرموز الكيميائية للعناصر بتاعتنا. طبعا ده الجدول الدوري الحديث اللي هتبدأوا تدرسوه على مدار السنين اللي جاية كلها، في جميع العناصر اللي تم اكتشافها حتى الآن. مش هنتكلم عن الجدول الدوري، ولكن هنتكلم على أهم التكافؤات أو الرموز الكيميائية بتاعة العناصر. طبعا الجدول ده لازم تاخدوه سكرين شوت كده وتحفظوه كويس جدا، واللي حافظه يبدأ يراجع عليه، لأن ده أساس الكيمياء بتاعي. لازم نبقى عارفين الرموز الكيميائية بتاعة العناصر وتكافؤاتها. تمام؟ فدي حاجات لازم تكون محفوظة، فأنا حاطة لكم الجدول بس عشان نرجع نحفظه مع بعض تاني لو في حاجة وقعت مننا فيه. ناخد بالنا كمان إن بعض العناصر لها أكتر من تكافؤ. طب يا مس اللي ليها أكتر من تكافؤ دي بتعامل معاها إزاي؟ هقول لك، هو في الامتحان بيحدد لك هو عايز أي تكافؤ فيها. يعني لما يجي مثلا يقول لك عايز أكسيد الحديد، بيقول لك عايز أكسيد الحديد الثنائي أو أكسيد الحديد الثلاثي. فبتبدأ تشتغل على التكافؤ اللي هو قايل لك عليه. يبقى ده أول جدول مطلوب من حضراتكم إن أنتوا تحفظوه. ملحوظة إن دايما في العناصر بيكون الحرف الأول كابيتال والتاني سمول. تمام؟ ركز كويس جدا عشان خاطر حضراتكم لما بتيجوا تكتبوا الصيغ الكيميائية للمركبات بلاقي فيها أخطاء كبيرة ممكن تكلفنا درجات عالية. يعني مثلا أجي ألاقي حد بيتكلم مثلا عن نترات الصوديوم NO3، عاملها لي كده. الطريقة دي في كتابة الصيغة الكيميائية مش صحيحة على فكرة، لأن دايما الرموز الكيميائية بيكون الحرف الأول كابيتال والتاني سمول. فنيجي ناخد كده كل عنصر لوحده، الـ NA تمام، أدي الـ N كابيتال والـ A سمول، ما فيهوش مشكلة. لكن الـ NO3 دي مجموعة نترات. مجموعة النترات بتتكون من عنصر النيتروجين وده كابيتال، وعنصر الأكسجين ولازم هو كمان يتكتب كابيتال. في فرق ما بين إن حضرتك تكتب لي كده ما بين إن حضرتك تكتب لي كده. ده CO، ده عنصر الكوبالت، ده مش عليكم على فكرة في المنهج. لكن ده CO اللي هو أول أكسيد الكربون، ده عنصر وده عنصر. فكده إن أنت تكتب لي أول أكسيد الكربون بالمنظر ده بحسبه لك في الامتحان إجابة خالص. هنركز كويس جدا في الحروف بتاعتي وطريقة كتابتي. كمان بعض العناصر هنا عندي بعض العناصر التي لها أكثر من تكافؤ، يبقى دي الحديد والنحاس النيتروجين والفوسفور والإيه والكبريت. تمام؟ والجدول ده كمان مهم جدا، ده جدول بيتكلم عن المجموعات الذرية وتكافؤاتها، ودي برضو لازم تتحفظ. مجموعة الهيدروكسيد رمزها OH تكافؤها 1، هي مجموعة سالبة. مجموعة النترات NO3 تكافؤها 1 برضو مجموعة سالبة، وبنت عمها اللي هي النيتريت تحت NO2 برضو تكافؤها سالب 1. البيكربونات HCO3 تكافؤها أحادي، بينما الكربونات CO3، يبقى HCO3 دي البيكربونات، لكن CO3 دي الكربونات، تكافؤ الكربونات ثنائي. مجموعة الأمونيوم NH4 ودي المجموعة الوحيدة الموجبة، يبقى ناخد بالنا مجموعة الأمونيوم هي الوحيدة اللي بتحمل شحنة موجبة، تكافؤها موجب 1. مجموعة الكبريتات SO4 تكافؤها ثنائي، يبقى خدوا بالكم المجموعات اللي بتبدأ بحرف الكاف الكبريتات والكربونات دول تكافؤهم ثنائي. مجموعة الفوسفات تكافؤها ثلاثي والباقي كله تكافؤ أحادي، دي الحاجات الإيه المشهورة عندهم. بالرجوع بقى للجداول السابقة، يبقى عندي حاجة مهمة جدا اسمها كتابة الصيغة الكيميائية، وده أهم جزء عندي في العلوم.
لو حضراتكم قدرتوا تكتبوا الصيغة الكيميائية صحيحة، ده معناها إن أنتوا حليتوا 90% من مشاكل الكيمياء. تعالوا نشوف مع بعض كده خطوات كتابة الصيغة الكيميائية. أول حاجة لازم نكتب اسم المركب أهو بالعربي زي ما مكتوب. تحت كل اسم هنكتب الرمز بتاعه، الألومنيوم AL. وناخد بالنا من الحاجات المتشابهة، يعني أنا مثلا عندي ألومنيوم وعندي أمونيوم فناخد بالنا هو بيقول إيه، فالألمونيوم رمزه إيه. طب الأكسيد ده دلع الأكسجين O، بعد كده هنبدأ بكتابة التكافؤات. الألمونيوم عنصر ليه تكافؤ ثلاثي، طب التكافؤات بتتكتب فين؟ التكافؤات بتتبدل يا جماعة، يعني تكافؤ الألمونيوم يتكتب بعد الأكسجين. طب وتكافؤ الأكسجين يتكتب بعد الألمونيوم. تكافؤ الأكسجين كام؟ ثنائي. طب هل في أي أرقام بتقبل الاختصار؟ مينفعش أقسم على رقم مشترك، وبالتالي الصيغة الكيميائية لأكسيد الألمونيوم هتكون كالتالي Al2O3. سهلة جدا اهي وبسيطة. تعالوا نشوف مع بعض مثال كمان. نترات الفضة، فضة رمزها الـ Ag، والنترات مجموعة ذرية رمزها N، الأو ما تنسوش إنها كابيتال 3. طيب الفضة تكافؤها واحد، فنروح نكتب عند النترات واحد، بس الواحد اصلا عندنا في الكيمياء ما بيتكتبش فما يشغلنيش. طب مجموعة النترات كمان تكافؤها هي كمان واحد والواحد ما بيتكتبش، يبقى اذا احنا المفروض كنا نكتب واحد بس الواحد ايه ما بيتكتبش، فهيكون الصيغة النهائية لنترات الفضة AgNO3 زي ما احنا عملنا. اكسيد الزئبق، الزئبق رمزه HG، الأكسيد اللي هو الأكسجين O، ده تكافؤه ثنائي هنحطه عند الأكسجين. الأكسجين كمان تكافؤه ثنائي، فهنلاقي إن الأرقام تقبل الاختصار، على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الواحد، والواحد أصلاً ما بيتكتبش، فهيكون الصيغة الكيميائية لأكسيد الزئبق الـ HGO. إحنا بقى لو شاطرين خطوات الاختصار دي خلاص نتعود إنها تكون في دماغنا. يعني أنا لما ألاقي مثلاً هنا أربعة وهنا هيتحط اتنين يبقى على طول هنقسم، يبقى كده اتنين وهنا واحد ما بيتكتبش. وسط شباب، يبقى أي أرقام هتقبل الاختصار نحاول نحط الخطوات دي في دماغنا عشان خاطر نكتب الصيغة الكيميائية بطريقة أسرع شوية. هيدروكسيد المغنيسيوم، المغنيسيوم Mg، هيدروكسيد مجموعة ذرية رمزها OH، المغنيسيوم تكافؤ ثنائي. طب هحط الاتنين فين، عند الـ O ولا عند الـ H؟ عندي قاعدة بتقول إذا كانت مجموعة ذرية وهتاخد رقم أكبر من الواحد يبقى لازم يتحط قوسين، فهنحط قوسين ونحط الاتنين هنا. طب الـ OH تدي كام للمغنيسيوم؟ تدي له واحد، هل الواحد بيتكتب؟ لا، يبقى MgOH باي 2 للصيغة الكيميائية لهيدروكسيد المغنيسيوم، القوس بيقرأ باي، يبقى MgOH باي 2. هل في أي مشكلة عند حضراتكم؟ طيب ابدأوا كده شغل فيه كلوريد الصوديوم وهشوف معاكم الإجابات. طيب كلوريد الصوديوم يا شباب، يبقى الـ Na، عذرا ادي الـ Na والكلوريد ده اللي هو الـ Cl الكلور. طبعا الـ Na تكافؤه واحد مش هنكتبه، خلاص احنا اتفقنا الخطوات دي في دماغنا، والكلور برضو تكافؤه واحد ما بيتكتبش، يبقى NaCl اللي هو كلوريد الصوديوم. كربونات النحاس،
يبقى CO كربونات CO3. هنا شباب المفروض ان هو بيوضح لكم تكافؤ النحاس كامل، النحاس تكافؤ احادي وثنائي. غالبا النحاس بيكون في الصيغه الشائعه بتاعته بياخد التكافؤ الثنائي، يعني تكافؤ الكربونات، تكافؤ النحاس في الكربونات هنا هيكون ثنائي، هو المفروض بيقول لكم. السيو تكافؤ ثنائي، المفروض ان احنا هنحط عند الكربونات هنا 2، يعني هنحط قوس ونحط 2. قوس ليه؟ مثل ان دي مجموعه ذريه وهتاخد رقم. طب الكربونات هتحط برضو عند النحاس كام؟ 2، لانها مجموعه ثنائيه التكافؤ، فال2 دي هتروح مع ال2 دي، فهيديني ايه؟ سيو سي او 3. اكسيد الصوديوم، صوديوم ان ايه؟ الاكسيد اللي هو الاو، صوديوم هيدي الاكسجين 1 ما بيتكتبش، الاكسجين هيدي الصوديوم كام؟ 2، يبقى Na2O اكسيد الصوديوم. لحد كده دي الصيغه الكيميائيه وخطوات كتابتها، تقدروا ان انتوا تكتبوا الصيغه الكيميائيه تاني، ولو فيها مشكله نراجعها مع بعض في الحلقات الايه الجايه ان شاء الله. الجزء اللي بعد كده بقى بنتكلم فيه على انواع المركبات الكيميائيه. لو دخلنا عندنا المعمل هتلاقوا المركبات متصنفه الى 4 اقسام رئيسيه: احماض وقلويات واكاسيد واملاح. ايه هي الاحماض؟ قال لي الاحماض هي مركبات بتتفكك في الماء عشان تديني ايونات الهيدروجين الموجبه. يبقى الحمض مركب لما بحطه في الماء بيديني ايه؟ بيتفكك ولازم يطلع لي ايونات الهيدروجين الموجب. معنى كده ان لازم في الحمض يكون موجود اصلا عنصر الهيدروجين في تركيبه، فهلاقي دايما الاحماض خصوصا الاحماض المعدنيه بتبدا بالH، زي HCl حمض الهيدروكلوريك، زي H2SO4 حمض الكبريتيك، وهكذا هتلاقوا داخل ايون الهيدروجين الموجب في تركيبه. ايون الهيدروجين ده بيديني بعض الصفات المهمه للحمض، زي ايه؟ زي انه بيحول لون صبغه عباد الشمس الى اللون الاحمر، يبقى ورقه دوار الشمس بتتحول بواسطه الاحماض الى اللون الايه الاحمر. ده عباره عن ورقه كده كاشف بنستخدمه في المعمل، لما بنحط عليه الحمض بيتحول لونها الى اللون الاحمر. طب الحمض ليه طعم لاذع، شفتوا طعم الليمون كده المزز، ايه هي بقى اشهر الاحماض واستخداماتها في المنزل؟ أول حمض عندي اللي هو حمض الهيدروكلوريك الـ HCl، ده بيستخدم في إيه؟ قال لي بيستخدم في المنظفات المنزلية. الهيدروكلوريك يستخدم في صناعة المنظفات الإيه؟ المنزلية. خصوصًا يا جماعة المنظفات اللي بتستخدم في الحمام دايمًا بتكون تركيبها الـ HCl، وخدوا بالكم إن الـ HCl حمض من الأحماض القوية، فما ينفعش إن إحنا نستخدم المنظفات بتاعة الحمام بإيدينا مباشرة، لانه من الاحماض الحارقه للجلد. كمان حمض الهيدروكلوريك او منظفات الحمام ما ينفعش نستخدم معاها اي نوع من المنظفات الاخرى، خصوصا اللي بتحتوي على الكلور، لانه بيتفاعل مع الماده المصنوع منها الكلور. الكلور بيصنع من هايبوكلورايت صوديوم، طبعا بيتفاعل معاه عشان ينطلق غاز الكلور السام، فدي من ضمن الحاجات الاحتياطات المهمه جدا، ان حمض الهيدروكلوريك او اي منظف بيحتوي على حمض الهيدروكلوريك ممنوع استخدامه مع اي منظف اخر، لانه ممكن يسبب تسمم كبير جدا. الحمض الثاني هو حمض الكبريتيك، برضو من الاحماض القويه جدا الحارقه للجلد، بيستخدم حمض الكبريتيك في صناعه بطاريات السيارات، حمض الكبريتيك اللي هو بنسميه ميه النار. حمض حارق جدا للجلد وليه استخدامات واسعه، من اهمها انه بيستخدم في بطاريه السيارات. في حمض كمان وهو الستريك. حمض الستريك يا جماعه موجود في البرتقال، الليمون، ده بقى من الاحماض العضويه، يعني موجود في الكائنات الحيه. الحمض ده بيستخدم كماده حافظه في صناعه الاغذيه، عشان كده تلاقوا مثلا لما نيجي نعمل مربى ولا حاجه بنحط عليها ليمون. حمض الستريك يستخدم كماده ايه؟ حافظه. النوع الثاني من انواع المركبات اللي هي القلويات. القلويات هي مركبات بتتفاعل مع الماء، تبدا انها تتفك جواه عشان تديني ايونات الهيدروكسيد السالبه، يعني القلوي لازم يكون في نهايته الـ OH السالب، زي مثلا الـ NaOH.
TAOH باي 2. يبقى المركبات دي بتحتوي في نهايتها على ايونات الهيدروكسيد السالبه، وبالتالي لما تتفكك هتبدا تديني الايونات ديت في الماء. ايونات الهيدروكسيد السالبه بتحول لون ورق الدوار الشمس الى اللون الازرق، ولها طعم قابض. طعم قابض اللي هو شفتوا طعم مثلا الفاكهه لما بتكون مش مستويه، لو كلتوا بلح ناشف او لسه مش مستوي اخضر شويه، هتلاقوا ان بقكم بدا ينشف كده، او الحلق بتاعكم بدا ينشف، او زي طعم الصابون، او طعم لو اتعورنا وبقى في دم في بقنا شويه، هتلاقوا ده طعم قابض. اشهر القلويات اللي موجوده عندنا في المنزل واستخداماتها، اول حاجه هيدروكسيد الصوديوم، وده ماده بتستخدم بشكل كبير جدا في صناعه منظفات الافران والصابون. يبقى اي صابون او صابون سائل بيستخدم في صناعته ماده هيدروكسيد الصوديوم، كمان في صناعه منظفات الافران. هيدروكسيد البوتاسيوم يستخدم في صناعه الاسمده، كمان يستخدم في معادله حموضه التربه، في بعض الاحيان التربه بتكون حامضيه فبيبداوا يحطوا لها ماده قلويه وهي هيدروكسيد البوتاسيوم عشان تبدا تعادل شويه من حموضه التربه عشان ما تاثرش على النباتات بتاعتها. النوع الثالث من انواع المركبات وهي الاكاسيد. الاكاسيد معناها فيها اكسجين، اكسجين زائد عنصر واحد بس، مركبات تنتج من اتحاد الاكسجين بعنصر فلزي او عنصر لا فلزي. زي ايه او الاكاسيد استخداماتها بنستخدمها في ايه؟ قال لي أكسيد السيليكون. أكسيد السيليكون بيدخل في صناعة الزجاج والسيراميك. أكسيد السيليكون يا جماعة هو المكون الأساسي للرمال، الرملة بتاعتنا. الرملة بتاعتنا بيخش بتكوينها حبيبات الكوارتز، وحبيبات الكوارتز بتتكون من أكسيد السيليكون، والرملة أنتوا عارفين بتستخدم في صناعة الزجاج والسيراميك، يعني أكسيد السيليكون هو كمان زي. أكسيد الحديد، الحديد ليه أكتر من تكافؤ، عندي أكتر من نوع من أنواع أكاسيد الحديد، كل نوع فيهم ليه لون مميز، وبالتالي أكاسيد الحديد بتدخل في صناعة الدهانات. ثاني أكسيد الكربون، ده أنتوا أكيد كلكم عارفين إنه لا يساعد على الاشتعال، وبالتالي يستخدم في صناعة طفايات الحريق. النوع الرابع والأخير من المركبات اللي هنتكلم عنه النهاردة هي الأملاح. الأملاح هي مركبات بتنتج من اتحاد أيون موجب أو مجموعة ذرية موجبة مع أيون سالب أو مجموعة ذرية سالبة. يعني مثلاً الـ NaCl أهو، ده كان أيون موجب في الأصل مع أيون سالب. تمام؟ AgNO3 ده أيون موجب مع مجموعة سالب. يبقى طالما المركب كده انقسم الى شقين، شق موجب وشق سالب، اذا انا بتكلم هنا على حاجه اسمها املاح. تعالوا نشوف اشهر الاملاح الموجوده عندنا في الطبيعه واستخداماتها. اولا كلوريد الصوديوم بنستخدمه او معروف تجاريا باسم ملح الطعام، يبقى احنا بنستخدمه كملح للطعام، وايضا هو ماده حفظ. هتلاقوه مثلا في صناعه المخللات لما نيجي نعمل اي مخلل بنحط ملح، ليه؟ لانه ماده حفظ، مش هيخلي الخضار بتاعنا يبوظ. كربونات الصوديوم تستخدم في صناعة مساحيق الغسيل، بينما بيكربونات الصوديوم تستخدم في صناعة المخبوزات. لحد كده احنا النهاردة انهينا الجزء اللي احنا عايزين نتكلم عنه. تقدروا تتواصلوا معنا عبر الروابط التالية، هتلاقوا جدول البث المباشر، وهتلاقوا قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة. أتمنى تكون حصة النهاردة نالت إعجاب حضراتكم. كان معاكم شيماء ديب، معلم أول علوم بمحافظة مطروح. كل شكري وتقديري ليكم، وشكر خاص لزمايلي في الإدارة العامة للمحتوى التعليمي. أشوفكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.